الاستاذ باسم لطفي ونتكلم على هذا الاستثمار الجديد او هذا التعاقد الجديد في راس الحكمه. هل ده هيبقى مشجع كبير للمزيد من الاستثمارات في مصر ولا لا؟ عندي زي ما كان بيتكلم دكتور محمد الشوافي، انا عندي تراكم راس مالي ضخم جدا في الصناديق السياديه العربيه، وفي عندي كده اصبح معدل الموثوقيه اعلى، هل ده ممكن كمان يجتذب الاستثمارات الاوروبيه ولا لا؟ اول حاجه طبعا ده مشروع زي ده بيدي طمانينه لاي مستثمر، اولا بيدي طمانينه للشعب المصري قبل اي حاجه. صح. ثانيا بيدي طمانينه لكل المستثمرين الاجانب وكل صناديق الاستثمار ان هم يجوا يستثمروا في مصر. بيدي طمانينه ان في مجال المشاريع العملاقه او مجال المدن العملاقه زي دي ان الانفراستراكشر بتاعت مصر تستحمل انفستمنت بالكبر ده. بيطمن اي 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 مستثمر في مصر ان انت لا احنا مصر امنه على الاستثمار، تعالوا لمصر. انا شايف برضو ان المشروع ده هي زي ما الدكتور محمد برضو قال هي بس بدايه للمدن او الاستثمار في المدن الكبيره بالشكل ده. انا شايف ان برضو في وجهات في مصر كتير جدا تستحق الاستثمار فيه. انا شايف ان البحر الاحمر، انا يعني ان شاء الله نشوف برضو في القريب كده بعد ما دي تبتدي تلاقي في البحر الاحمر انت عندك برضو طابه، العريش، كل دي مدن على البحر المتوسط او البحر الاحمر ممكن يستثمروا فيها يعني شركائنا من الخليج، لكن دي تكون بدايه للاستثمار. يعود النهارده برضو مدينه زي كده زي ما بتحصل زي ما دي تتبني زي ما الدكتور مصطفى قال، عندك كل يعني القطاع بتاع مواد البناء هيتحسن جامد جدا او هيشتغل، هيتضخ فيه استثمارات. اي ناس من دول، انت حضرتك برضو شايف التقارب المصري التركي الفتره اللي فاتت في مجالات كتير جدا، بس مش مواد بناء، هتلاقي برضو مصانع حديد او اي مستثمرين اتراك بيشتغلوا في مواد البناء هيحبوا يجوا يشتركوا في مصر، ممكن مصانع بورسلين، ممكن مصانع عفش فرنتشر، حتى في الاستثمارات في الاجهزه المنزليه في الملابس، في السيفتي شوز، في الـ في الـ في الـ في التكنيكال تولز، في كل المجالات تلاقي استثمارات في مصر بسبب يعني تبقى دي انطلاقه للمشروع ده، تبقى انطلاقه للاستثمار في مصر يعني لهذه الاستثمارات. عظيم جدا.